طبعا الموسم السنه دي حاله الطقس فيه متغيره جدا، وكل الناس سافرت الساحل ومرسى مطروح طبعا عشان تستمتع باجازه الصيف. لكن المشكله اللي واجهت الناس في مطروح هي ارتفاع الموج، وعشان كده ولتاني يوم على التوالي المدينه حذرت المصيفين من نزول البحر او ممارسه الانشطه بسبب حاله عدم الاستقرار للبحر وشده التيارات ووجود سحب في مياه البحر. يا دينا، صحيح. وكمان القرار اللي أعلنته المحافظة كان شامل لمجموعة كبيرة من الشواطئ زي أم الرخم وعجيبة والأبيض، وطلبت المحافظة بعدم نزول البحر في الشواطئ كليوباترا والغرام لأنها طبعا مخصصة للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط ومش مخصصة أبدا للسباحة. ورئيس مدينة مرسى مطروح وجه رؤساء الشواطئ بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والالتزام برضو بالتعليمات للحفاظ على أرواح الضيوف وأهالي المدينة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن القرار ده وهيستمر الإمتى من الأستاذ رضا جبلة رئيس مدينة مرسى مطروح. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة. أهلا بحضرتك. طبعا زي ما احنا شفنا تغيير المناخ بيخلي أو أغلق الشواطئ مرتين، فعايزين حضرتك تطمنا عن حالة الشواطئ في مرسى مطروح وعن أهلنا المصيفين هناك. هو أحب أوضح لحضرتك طبعا إن محافظة مرسى مطروح ومدينة مرسى مطروح بالتحديد يعني الساحل فيها ممتد على مسافة 40 كيلو، شواطئ في شواطئ عندنا بعدد كبير جدا منها شواطئ مفتوحة على البحر المفتوح يعني، فدي اللي بيبقى احنا بنتوخى الحذر فيها اثناء النوات وارتفاع الموج او في حالة هياج في البحر او اضطراب في البحر، فده يعني حرصا على سلامة الزوار بتوعنا واهالي المدينة. احنا بناخد القرارات بناء على توجيهات السيد الوزير محافظه الاتصالات خالد شعيب ان احنا بناخد اجراءات غلق لبعض الشواطئ اللي هي على البحر المفتوح، مش كل الشواطئ اكيد. وطبعا احنا الاجراءات دي بنعملها يعني طبقناها كذا في العديد من السنوات، بتحديد السنه دي تاني مره بنطبقها. بداناها يوم 26 اول امبارح خدنا القرار وغلقنا فعلا شواطئ غرب مطروح اللي هو على الكورنيش الجديد الأبيض وأم الرخم وعجيبة حسب تفضلتي كده اهو، بالإضافة إلى شواطئ شاطئين شاطئ في شواطئ شرق مطروح اللي هو علم الروم ومينا حشيش. والحمد لله يعني القرار كان صائب لأن الحمد لله عدينا امبارح بدون أي يعني خسائر في الأرواح والحمد لله. ودي أهم حاجة طبعا. أكيد ودي أهم حاجة طبعا. طيب عايزين نعرف من حضرتك يا فندم امتى هتتفتح الشواطئ تاني للناس عشان يستمتعوا بالبحر وبالصيف؟ هو احنا طبعا احنا بنتابع مع الاقصاد الجويه لحظه بلحظه ومفروض نكات النوى دي النهارده يبقى اخر يوم فيها، فاحنا برضو مش هناخد القرار لما بنراجع حاله البحر على الطبيعه وبعيننا عينينا. اللجان المتابعه في شرق وغرب المدينه بتنزل تمر وبنتاكد ان حاله البحر فعلا رجعت للهدوء، بناخد القرار بالفتح. ويعني احنا يعني النوى المفروض ان هي النهارده اخر يوم فيها. عظيم جدا. طيب ايه الاجراءات اللي هتتعمل لو في يعني احد الناس طبعا بيبقوا عايزين ينزلوا يتخانقوا مثلا فبيخالفوا القوانين وبينزلوا وممكن ده طبعا بيسبب مشكله وممكن لا قدر الله يعني يغرق او كده، فحضرتك ايه التعليمات اللي انتوا حاطينها او مثلا العقوبات لحاله زي دي؟ والله فعلا ده بيحصل في بدايه الغلق، يعني احنا امبارح ما كانش في اي اعتراضات كده انما اول امبارح كان في بعض الاعتراضات من الناس بالذات ان كان يوم جمعه وفي رحلات اليوم الواحد بتبقى جايه بكميات رهيبه للمدينه، فالناس طبعا يعني بتبقى يعني خدت مشقه السفر المسافه دي كلها ونيجي بنقول لها ما حدش ينزل البحر حفاظا على ارواحهم، بيبقى في بعض ايه عدم فهم لاسباب وطبيعه القرار يعني ان هو لصالحهم مش لصالح المحافظه لصالح المواطنين نفسهم يعني. فاحنا برضو بنتعامل بكل يعني سلاسه وكده وبنحاول ان احنا نقنع المواطنين لغايه ما نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، وما يعني ما يعني احنا معانا تامين من الشرطه وتامين من اداره المرور بمطروح انما الحمد لله يعني احنا ما خدناش اي قرار يزعل حد حتى الان، احنا بنتعامل برضو بحكمه في الموضوع يعني. عظيم جدا. احنا في النهايه بنشكر حضرتك جدا استاذ رضا جبلة رئيس مدينه مرسى مطروح، شكرا لحضرتك.
طبعا يعني احنا برضو بننبه الناس طبعا اللي بتروح الشواطئ لو مغلقة يعني يا ريت فعلا ما ينزلوش. سلامتكم أهم من أي حاجة. حتى اللي رايح يوم ده يعني هو حظه يعني، بس الحمد لله طبعا، بس مش معنى ان انت رايح يوم ان انت لازم تنزل المية حتى لو هتغرق. لا طبعا لازم يعني اكيد، اصل هم حاطين يعني الـ القوانين دي اكيد خوفا عليكم، فلازم ان انتوا فعلا تهتموا بالتعليمات دي وما تنزلوش، وان شاء الله بقى تتعود بقى في ايام تانية عشان بس نحافظ على سلامتنا. في كمان من شواطئ مغلقة يا دينا بيكون مسموح النزول فيها يعني الى حد ما، مش بس دايما بقى مش كل الشواطئ مغلقة بشكل تام. دايما كل حاجة بحذر يعني، فاحنا بس ساعات الجرأة بقى بتاخده وتلاقيه دخل هو البحر وهو بقى شايف نفسه ان هو لا يعني هو هيرجع تاني. فللأسف بس هو يعني دايما بسمع ما فيش عند في العوم يعني السباحة دي البحر ملوش كبير حتى لو كده، لأن ممكن في لحظة لا قدر الله تحصل سحب ما يعرفش يطلع تاني، فلازم نلتزم ونقتنع فعلا ان في تغيير للمناخ والأمواج عالية، فلازم نخلي بالنا. نتمنى طبعا السلامة لكل الناس، وكل الناس تسافر وترجع بألف سلامة وهي مبسوطة إن شاء الله بإذن الله.